مع بدء مجلس الأمن أولى مشاوراته بشأن طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، حراك دبلوماسي فلسطيني مكثف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهدف إقناعها بالتصويت لصالح فلسطين، خاصة وأن شبح الفيتو الأمريكي يطارد محاولات الفلسطينيين الدولية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما قد يضطر القيادة الفلسطينية للتوجه مرة أخرى إلى المحافل الدولية طلبا للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. لازم الإيجاد مخارج للموقف السياسي هناك، العودة مرة أخرى إلى الجمعية العامة لنيل الاعتراف، وهذا لا يحتاج لا فيتو أمريكي ولا لتسعة أصوات ولا يحتاج لثلثي الأعضاء، هو يحتاج للنصف زائد واحد. فضلا عن ذلك، في هناك موضوع المفاوضات ودراسة المفاوضات من حيث المبدأ، تستمر لا تستمر في ضوء الاستعصاء. على قدر التفاؤل الذي حققه خطاب الرئيس في نفوس الفلسطينيين، فإن هنالك خشية من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية من منع تمرير القرار من خلال الضغط على الدول الأعضاء للتصويت ضده لتجنب استخدامها الفيتو. توقعاتي مش جيدة، لأنه احنا عارفين مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن من كذا سنة، فمتوقع انه طبعا الفيتو. احنا بنأمل العكس، بس لا حول ولا الثبات على نفس الموقف ما يتغيروش. وبعدين ايش بالنسبة للمستوطنات اللي حكاها الرئيس؟ يظل على نفس الموقف، واكيد في النهاية رايحين نوصل لاشي. لابد من وجود سقف زمني للمفاوضات، لانه السلطة لما اجت هون كان هدفها بالدرجة الاولى هو إقامة دولة فلسطينية، فلازم يكون سقف زمني. وحتى البت في طلب العضوية، من المتوقع أن يحتاج مجلس الأمن إلى عدة أسابيع لدراسة الطلب والتصويت، وهي مدة كافية من وجهة نظر المراقبين لدراسة الوضع برمته والعمل داخليا على ترتيب الأوراق والاستعداد لحرب جديدة ساحاتها المؤسسات الدولية. على المستوى الرسمي والشعبي، لا يتوقع الفلسطينيون الشيء الكثير من مجلس الأمن، خاصة بعد التهديدات الواضحة الأمريكية باستخدام الفيتو، وهو ما يبقي الباب مفتوحا لدراسة بعض المقترحات الإضافية والبديلة.